التلاميذ السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بص أمام الإجابة الصحيحة وخ أمام الإجابة الخاطئة. إذا كانت الإجابة صحيحة أكتب حرف ص، إذا كانت خاطئة أكتب حرف خ. كانت قريش تمارس التجارة. أحسنتم، صحيح. كانت قريش تقوم برحلتين تجاريتين كبيرتين، إذا كانت تمارس التجارة. المسلم يؤمن بالله وملائكته. أنا تلميذ مسلم أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا المسلم يؤمن بالله وملائكته، خطأ. وكتبه ورسله. الرازق اسم من أسماء الله تعالى. الرازق، أحسنتم، اسم من أسماء الله تعالى. لدينا الرازق، الخالق، الواحد، كلها أسماء الله تعالى. إذا الرازق صحيح. نراجع. إذا كانت قريش تمارس التجارة، صحيح. المسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إذا بالله وملائكته فقط، خطأ. الرازق اسم من أسماء الله تعالى. ننتقل إلى التمرين الثاني. ألون أركان الإيمان. ألون أركان الإيمان. الصلاة، الصدق، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الأمانة، الإيمان بالله. أركان الإيمان. إذا الصلاة، أحسنتم، ليست ركنا من أركان الإيمان. الصدق كذلك ليست ركنا من أركان الإيمان. الإيمان بالرسل، جيد، ركنا من أركان الإيمان. ألون. الإيمان بالكتب، أركان الإيمان، أحسنتم، ركن من أركان الإيمان. الأمانة ليست ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالله، جيد، ركن من أركان الإيمان. إذا لدينا أركان الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب. نلتقي إلى التمرين الثالث. أضع الكلمات التالية في الفراغ المناسب. لدينا كلمات الله، الصدق، الإنسان. كلمات، لدينا فراغات، الفراغ الأول، الثاني، الثالث، ثلاث كلمات. أنا تلميذ مسلم، أقول، أحسنتم، ماذا أقول؟ جيد، أقول الصدق. أقول الصدق ولا أكذب، لأن، أحسنتم، لأن الإنسان الإنسان الصادق يحبه، جيد، يحبه الله ورسوله والناس جميعا. نعيد قراءة الفقرة. أنا تلميذ مسلم، أقول الصدق ولا أكذب، لأن الإنسان الصادق يحبه الله ورسوله والناس جميعا. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.